مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم مساء الخير ليوم الاربعاء 8/11/23. الحقيقه ان المخطط اللي بتفكر فيه اسرائيل مخيف، وانه الكلام اللي بيتقال فوق الترابيزه غالبا لا يمت بصله اصلا مش كبيره للحقيقه التي تجري اتفاقات بشأنها تحت الطاولات. اللي اتقال انه اسرائيل قسمت حصرت شمال غزة وعملت خط عشان تعزل شمال غزة عن جنوبه، وانه يعتقد ان شمال غزة ما فيهوش غير الحمسويين واهليهم، فدول دكهم حلال، و جنوب القطاع هيبقى شيء مختلف. لكن لو استطاعت إسرائيل أن تفرغ قطاع غزة الشمالي من كل سكانه ومواطنيه، هم عملوا باب عامل زي الصمام القلب كده بينزل، عايز يمشي يسيب شمال غزة ينزل، طبعا من اللي هيتقبض عليهم، يعني من اللي هم عارفينهم وبيدوروا عليهم هيتقبض عليه، مش أي حد عايز ينزل ينزل، يعني ما مش عايزينه ومش ثابتين عليه حاجة ينزل، فدي تفضى. إذا فرغ شمال غزة من مواطنيه، من يضمن أنهم سيعودوا مرة أخرى إلى منازلهم؟ إسرائيل بتقول أنه ومعها أمريكا، ديل ورا بعض كله بيقول نفس الكلام، انه لن يعود الامر كما كان قبل 7 اكتوبر 23، والمقصود ان حماس لن تحكم قطاع غزة مرة تانية. احنا كنا في صورة ضبابية غريبة غير مفهومة، وانا كلمت حضراتكم عليها كتير زمان، انه عندنا حكومة اجتمعت كده بار وعتب ولزر الرماد في العيون في قطاع غزة، مفروض ان دي الحكومة الفلسطينية الرسمية اللي هي التابعة للرئيس محمود عباس. وكان عندنا طول الوقت تصريحات عن وزير الدفاع المقال في حكومة غزة، وزير الصحة المقال في حكومة حماس، وزير الخارجية كان عندنا دبل جوفرمنت، كان عندنا حكومتين ووزيرين. والحقيقة على الأرض إن حماس هي اللي بتتحكم في غزة وفي أهل غزة، وبهدلت ونكلت بالفتحويين في مقابل الحمسويين أو اللي هم محسوبين على الفصائل اللي هي فصائل المقاومة. أنا مش عايز أتكلم عن اللي عملته غزة وقت ما حكمت ورددت شعار الإخوان One person, one vote, one time، يعني هو شخص واحد بس انت بتختاره مرة واحدة في حياتك، انت فاكر ان الديمقراطية دي هترجع تختار بقى وصناديق وكده؟ لا، ده هو شخص واحد مرة واحدة وتصويت واحد وخلصت، ونحكم طول عمرنا زي ما قالوها عندنا في مصر، وقال لك احنا قفانا تخين واحنا ما بنمشيش قبل 100 سنة. مش عايز اتكلم كتير في ده ليه؟ عشان محدش يفتكر ان انا بتناول حماس بالمدح او القدح، مش ده موضوعنا دلوقتي. اللي عملته حماس معروف واللي بتعمله حماس معروف، لكن موضوعنا دلوقتي اللي بقوله تاني وبكرره للمرة الكتير، ان حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية لاول مرة استطاعت ان ترهب الجيش الاسرائيلي. حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية استطاعت لأول مرة أن تتوغل في الداخل الإسرائيلي وأن ترعب قادة إسرائيل، واستغلت لحظة الشعب الإسرائيلي المقيم في إسرائيل مش طايق حكومته لعدة أسباب. أولاً علشان موضوع محاولتهم إن هم يطلعوا قانون يقلص صلاحيات المحكمة العليا، وطبعاً لما تقلص صلاحيات المحكمة العليا دي يعني المحكمة الدستورية، فيبقى إذن أنت بتعمل ده لصالح مين؟ لصالح الحكم التنفيذي، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية بتضعف لصالح
السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية جزء منها السلطة العسكرية، تمام، والإعلام بيعرفوا يظبطوه ودنيتهم تمام يعني. فدلوقتي مظاهرات كثيرة كانت موجودة وقلاقل كثيرة، حالات فساد، تحقيقات، قضايا تلاحق نتنياهو وولاده، وزير مقال على خلفية فضيحة كبيرة، وتصريحات كلها عدائية، وحكومة متطرفة مجرمة إرهابية، سمها ما شئت أن تسمي. وهو يعني ما فعله حماس هو صب الزيت على النار، لأن كانت إسرائيل متأججة في الداخل وزاد هذا التأجج، ولم يكن من بنيامين نتنياهو حل لكي يظهر أمام شعبه بأنه بطل مغوار إلا بادعاء إن هم بيموتونا وإحنا لازم ننهيهم ولازم نخلص عليهم. كان في تصريح لإسرائيل أعتقد نتنياهو إنه لن تحكم غزة ولا إسرائيل ولا حماس بعد اليوم، بمعنى إنه مفترض إنه الفلسطينيين هيحلوا مشاكلهم وهم بقى السلطة الرسمية الفلسطينية. الحقيقة الموضوع ده فيه مشكلة كبيرة، لأنه إذا أنت فرضت سلطة على الضفة وعلى قطاع غزة، طب إيه ده؟ إيه ده؟ ما هو ده إسرائيل كله. يعني كيف تتحرك؟ ده أعضاء مجلس النواب الفلسطيني ما كانوش عارفين يخشوا، أعضاء الحكومة منعوهم من الدخول، الحمساويين قبل كده. إزاي تحكم منطقة مغلقة ومفيش تواصل ما بينها وما بين الدولة، بقية الدولة؟ طبعا الضفة الغربية لنهر الأردن اللي هي فوق اللي على حدود المملكة الأردنية الهاشمية هي المساحة الكبيرة، أما قطاع غزة فلا يمثل إلا 1.38% من مساحة إسرائيل، اللي عمالين يلموا الناس ويكربسوهم تحت دول ويزقوهم عشان يجوا على عندنا دول. فأنت لابد أن يكون هناك شريان للحياة، حاولت تفضي ده ما عرفتش، حاولت تفضي دي ما عرفتش، دول مستعدين يموتوا ودول مستعدين يموتوا وانت بتموتهم، مش كلام وخلاص. لابد لكي يكون هناك دولة أن يكون هناك شريان بيصل قطاع غزة بالضفة الغربية. الخطة ماشية وخبيثة وسرية لترحيل آلاف الفلسطينيين عن غزة، وتحت بقى ينزلوا بقى في خان يونس بقى ومعرفش حتى دير البلح تعتبر فوق برضو يعني، وجباليا فوق، فعشان كده ضربوا بعنف مخيم جباليا علشان الناس ايه تجري. القادم يعلمه الله، ونتمنى ان يكون هذا القادم خيرا. النهاردة هيكون معانا الأستاذ عطف عبد الغني الكاتب الصحفي في مجلة أكتوبر بدار المعارف، للحديث حول مرحلة جديدة في مخطط خبيث للتهجير، وهي تقسيم غزة. هيكون معنا فقرة تانية، احنا قلنا فقرة بنتابع فيها البنى والقوة بتاعت بلدنا، وفترة بنتكلم فيها بهدوء في فقرة حوارية أخرى دايما عن فلسطين، على الأقل يعني الفترة اللي فاتت كلها بقى لنا 33 يوم. هيكون معانا الخبير السياحي هاني بيتر عشان نتكلم على دعم قطاع السياحة في تداعيات الأحداث، لأن ما نقدرش ننكر إن كان بيجي لنا سياحة من إسرائيل أيضا في طابة بالذات وفي أماكن تانية واسكندرية وأماكن كتير، ومش عايزين ده الله يخليكم الأصوات النكراء اللي بتقولك مش عايزين مش عارف إيه منين ومش عايزين إيه، مفيش حاجة اسمها كده في الدنيا، العالم كله بيتعامل مع بعضه، وإذا كانت السياسة مصالح فالاقتصاد أصبح مصالح. أنت عشان يبقى عندك اقتصاد أي سايح في الدنيا جاي لك أهلا وسهلا، تفضل حضرتك هتدفع إيه؟ إحنا نقدم لك كل وسائل الراحة. وفي النهاية النظام السياسي ملوش علاقة بالمواطن، في أدبيات السياسة ده بيفرق ده. طيب خلونا نبتدي بأخبارنا النهاردة باجتماع السيد رئيس عبد الفتاح السيسي بدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء دكتور محمد شاكر المرقبي، وعدد من السادة المسؤولين
لتناول جهود الدولة في تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر. عدد من المشروعات الأخرى تم تناولها أيضا في الاجتماع. اطلع الرئيس خلال الاجتماع على جهود تقوم بها الحكومة لتوفير الإمداد والتغذية الكهربائية للمشروعات، وفي هذا الصدد الرئيس وجه بتوفير كل مقومات البنية التحتية المطلوبة لاستكمال أهداف هذه المشروعات الاستراتيجية. يمكن نعرف تفاصيل أكتر من الفيديو الصغير ده ونرجع نكمل الكلام. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول جهود الدولة في تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر وعدداً من المشروعات الأخرى، حيث اطلع السيد الرئيس على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير سبل الإمداد والتغذية الكهربائية للمشروعات. وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة مقومات البنية التحتية المطلوبة لاستكمال أهداف هذه المشروعات الاستراتيجية في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري وزيادة الصادرات الزراعية والدخل القومي. دكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك يا أستاذ إيهاب ومشاهدي القناة الكرام. دكتور أشرف، يعني إلى أين وصلنا في مشروع مستقبل مصر وهو مشروع كبير وطموح والدولة يعني مطلوب منها شغل كتير عشان نوصل لمستويات عالية في الإنتاج منه؟ إنجازات كبيرة في هذا المشروع الضخم. هذا المشروع مستقبل مصر، وهو مستقبل مصر بالفعل لتحقيق الأمن الغذائي، 1.1 مليون فدان في إطار مشروع الدلتا الجديدة، 2.2 مليون فدان، وهو مشروع متكامل للتنمية الزراعية، فكر شمول التنمية وليس مجرد تنمية زراعية، تتم فيها بنية أساسية ضخمة من طاقات كهربائية ومولدات ومحطات توليد كهرباء، ومن مشروعات ري ضخمة بشكل كبير، ومعدات لرفع المياه، ومحطة مياه الحمام التي تقوم بتدوير مياه الصرف الزراعي لتغذية المشروع، فضلا عن صوامع ومجمعات صناعية زراعية، وفضلا عن مصانع لتجهيز الحاصلات الغذائية ومحطات لتجهيز المنتجات الزراعية للتصدير. كثير من الإنجازات، وأضرب مثال واضح للإنجاز في هذا المشروع أنه إبان افتتاح الرئيس لموسم حصاد القمح في شرق العوينات الموسم الماضي، تم إعلان أنه تم إضافة 90,000 فدان من القمح في مشروع مستقبل مصر. طب فندم، يعني المنطقة بالإشارة لكلام سيادتك نستدل على أنه ده في مجتمع كامل، يعني في ناس هتشتغل وفي فرص عمل، ده مصانع ومجمعات مش مجرد زراعة وخلاص. فأين يقع بالتحديد المشروع، وهل هو يعني هو معروف أنه هو على محور رود الفرج الضبع، فهل هو يجتذب، يستطيع أن يجتذب حوله مواطنين جدد عاملين في هذا المكان، وهل في مشاريع سكنية ليهم مثلا؟ ذلك مدخل في غاية الأهمية، والمشروع كما أشرت حضرتك يقع بالقرب من محور رود الفرج الضبعة، وهو يقع في الضريض الصحراوي لخمسة محافظات هي الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح والمنوفية والجيزة. يا فندم، ده يعني على بعد 30 دقيقة من مدينة 6 أكتوبر تبقى حطيت رجليك على أول المشروع، وده موضوع مهم برضو. صحيح، وهذا هي عبقرية هذا المكان بالنسبة لذلك المشروع الهام، أنه قريب من الدلتا الأصلية، أو إذا جاز التعبير
دلتا قديمة ودلتا جديدة، وبالتالي عمليات التوطين به سهلة ويسيرة، ويتم نقل المواطنين بيسر وسهولة في هذه الحالة، ولن تتغير ظروفهم المعيشية كثيرا إذا ما انتقلوا الإقامة في هذا المشروع، وبالتالي عمليات التوطين ستكون جذابة بشكل كبير، وبالتالي يوفر مئات الآلاف من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة بشكل كبير، فضلا عن تحقيق يعني دور كبير بالنسبة للعملة الصعبة وتخفيف العبء على ميزان المدفوعات، إما بالإحلال محل الواردات أو بزيادة الصادرات الزراعية. طب دكتور أشرف أخيرا، يعني إحنا وصلنا لغاية فين دلوقتي من 1,100,000 فدان، ووفرنا في حدود فرص عمل قد إيه؟ يعني أعتقد أن توفير فرص العمل يصل إلى عشرات الآلاف من الفرص، هي. لأننا في المرحلة الإنشائية، لكن طبعا عندما يبدأ الإنتاج بشكل كبير ستزيد فرص العمل بشكل كبير. أما بالنسبة للمساحة فنحن تجاوزنا 500,000 فدان. ده احنا داخلين على نص المشروع ده في وقت قصير قوي، مش كده؟ صحيح. يعني احنا بدأنا في الزرع بتاع مستقبل مصر ده ايه، ما كملناش سنتين بتاعي. ده صحيح، حاجة عظيمة. بشكرك جدا يا فندم دكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية. الحقيقة الأكثر ما يلفت النظر في بلادنا في هذا العهد في العشر سنين الأخارة هو سرعة معدلات الإنجاز. كانت الناس في الأول بتقول يعني ربنا خلق الدنيا في 7 أيام، ومش كل ما الرئيس يروح مكان عمال يقول ده سنتين لا تبقى سنة، ده 6 أشهر لا 3. لكن الحقيقة أن النتيجة مبهرة، أن المصريين قادرين، وأن المصريين يعني مش بيأنتخوا، ده بيشتغلوا بجد، بيشتغلوا بإخلاص، بيشتغلوا بإصرار، وقدروا يعملوا في أقل من 2 سنين. يعني أنا ممكن أجيب لحضراتكم وإحنا بنتكلم بالظبط بدأ إمتى العمل في مشروع مستقبل مصر، وفي الآخر يعني بقالنا وقت قليل جدا زرعنا 500,000 فدان. ده شيء عبقري، ده يفوق ثروات الدول من الأراضي المزروعة، وما فيش شك أن أول ما نبتدي نحصد من هذا المشروع هتتغير حياة المصريين للأفضل إن شاء الله. عندي خبر تاني مهم جدا، وهو لقاء نيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهذا على هامش مشاركة نيافة أنبا أرميا في فعاليات القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ. القمة تقام في أبو ظبي، بينظمها مجلس حكماء المسلمين اللي باين الأمين العام بتاعه في الصورة محمد عبد السلام، بالتعاون مع رئاسة المؤتمر مؤتمر المناخ المقبل وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ووزارة التسامح والتعايش بدولة الإمارات. شارك نيافة الحبر الجليل أنبا أرميا في أعمال القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نظم المجلس القمة العالمية بالتعاون مع رئاسة مؤتمر المناخ المقبل وبرنامج الأمم المتحدة زي ما قلت لحضراتكم وزارة التسامح والتعايش بدولة الإمارات، بهدف تسليط الضوء على الدور المحوري للمجتمعات والمؤسسات الدينية في التصدي للأثار المناخية السلبية. هتقولوا لي المؤسسات الدينية مالها ومال أثار المناخ؟ مؤسسات الدينية اللي عندها مصانع ولا عندها تلوث، بس قادرة على توجيه الشعوب للأفضل، وده شيء مهم جدا بالذات في الشعوب العربية نحتاج إليه كثيرا كثيرا كثيرا. وزراء خارجية دول مجموعة السبع في اجتماع عقد في طوكيو قالوا إن هم بيعتبروا إنه من الضروري عاجلا توسيع المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة، ووفق وكالة الأنباء الألمانية كان هناك اتفاق واسع على ذلك خلال مناقشات وزراء خارجية مجموعة السبع بشأن حرب غزة الليلة السابقة في طوكيو، وفق ما ذكره الوفد الألماني اليوم. وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك نظيرتها اليابانية
يوكو كاميكاوا دعت دعوا الوقف إطلاق نار إنساني لإمداد السكان في المنطقة اللي بتعزلها إسرائيل. وفقا وزارة الخارجية اليابانية ذكرت كاميكاوا اللي هي وزيرة خارجية اليابان إن اليابان أدانت بشكل لا لبس فيه الهجمات الأخيرة اللي شنتها حماس ومسلحين فلسطينيين آخرين، واتخذت موقفا ثابتا يعطي الأولوية أولا للإفراج الفوري عن الأشخاص المحتجزين كرهائن، وثانيا تصرف جميع الأطراف استنادا للقانون الدولي، وثالثا تهدئة الوضع في أسرع وقت ممكن. تعالوا نشوف إنفوجراف لمريم بدر عن بيان وزراء خارجية الدول السبع الكبرى في الاقتصاد المفروض الجي 7 يعني، ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. الحقيقة هو المشكلة في النظام الدولي الحالي مش انه كلنا نتجمع عشان ندين حماس ان هي اللي بدأت. طب ما ياما اسرائيل بدأت. يعني المشكلة هو انه النظام الدولي العالمي اللي تم تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية واستطاعت اسرائيل انها تغرز نفسها في قلب مجلس الأمن عن طريق راعية العالم في ذلك الوقت بريطانيا، وتحولت منها إلى أمريكا اللي هي أكبر دولة في العالم في الفترة الأخيرة، إن هي دلوقتي بقت بتعمل إيه عايزاه. فالنظام ده ما سألش نفسه طب لو في دولة بتعمل اللي هي عايزاه يحصل إيه؟ لما تقعد تخبط حد على دماغه وتخبط حد على دماغه وفي الآخر يجي يرفع دماغه فتقول له رفعت دماغك تعالالي انت ابتديت بقى بالتمرد بقى ولا ايه؟ ايه ده؟ نظام دولي فاشل. طيب تعالوا نروح لوزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن، قال لا تهجير للفلسطينيين الان او بعد انتهاء الحرب في غزة. طبعا الكلام فنجرة البق بتاعت امريكا، يعني رئيس امريكا كان قاعد مع نتنياهو وقال اتفقنا، وقال اتفقنا، ولكن نتنياهو رفض الهدنة بعدها بعدة ساعات. حاجة يعني أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية من أجل تهيئة الظروف لإرساء الأمن والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط لمنع تكرار الأزمة الحالية. وشدد يعني إيه الكلام ده؟ ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية على تهيئة الظروف لإرساء الأمن والسلام الدائم منطقة الشرق الأوسط لمنع تكرار الأزمة الحالية. طب ما هو الكلام ده سيادة الوزير ملوش معنى غير إن الناس تقعد وتعمل حل الدولتين. يعني يجي إزاي يعني تهيئة الظروف لضمان استتباب الأمن وعدم تكرار ما يحدث. وشدد على رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة الآن أو بعد انتهاء الحرب، وأضاف إنه من الضروري العمل على توفير عناصر تؤمن تحقيق سلام دائم يشمل توحيد غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية. العناصر دي عناصر جديدة يعني ممكن تكون كتائب القسام مثلا بدل حماس ولا ايه؟ ما انتوا عودتونا على كده، داعش وقاعدة وحماس واخوان وغزة اسمه ايه ده حماس، فايه هذه العناصر شكلها ايه يعني؟ تعالوا نشوف انفوجراف اخر لمريم بدر عن ابرز تصريحات وزير خارجية امريكا بشأن الوضع في غزة. We'll be right back.
مجلس إدارة الهيئة الوطنية العليا للانتخابات وافق على تخصيص رمز النجمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وبالتفصيل عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ورمز الشمس للمرشح الرئاسي محمد فريد زهران، ورمز النخلة للمرشح الرئاسي عبد السند حسن محمد يمامة، ورمز السلم للمرشح الرئاسي حازم محمد سليمان محمد عمر. عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية العليا للانتخابات اجتماعا النهاردة، واستعرضت الهيئة خلال الاجتماع اختيارات مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 للرموز الانتخابية في ضوء ما أبداه المرشحون وفق أولوية تقديمهم لأوراق الترشح، بمعنى أول واحد قدم هيبقى من حقه يختار الأول وهكذا يعني، ولو في رمزين تانيين عايزينهم التاني والتالت لا تاني واحد قدم هو اللي ياخده. ومن المقرر إعلان الهيئة الوطنية العامة للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية غدا الخميس، إذانا بانطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من غدا وحتى موعد الصمت الدعائي في 29 نوفمبر بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج، وفي 8 ديسمبر في الداخل. انتخابات الخارج هتقام 1/2/3/12، وانتخابات مصر هتقام 11/10/11/12 ديسمبر يعني. تمام؟ دكتور محمد معيط وزير المالية بيقول ان الازمات الاقتصادية العالمية الراهنة ضاعفت أهمية الشراكات الدولية والإقليمية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تفتح أفاقا واعدة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ما يسهم في تحسين معيشة المواطنين. وأضاف الوزير خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي التركي العربي بإسطنبول، هناك حزمة من الحوافز لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر وتوسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية وتعظيم دوره في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة مساهمته في الاستثمارات إلى 65% خلال السنوات المقبلة، على نحو يسهم في خلق المزيد من فرص العمل. الإنفوجراف الثالث لمريم بدر حول أبرز تصريحات دكتور محمد معيط في المنتدى الاقتصادي التركي العربي. دكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ هيا، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدينا. اهلا بسعادتك يا فندم. يعني في رأي حضرتك المنتدى الاقتصادي التركي، وتركيا هي سادس دولة تستورد من مصر بضائع وثالث جهة تصدر الى مصر، فتركيا دولة مهمة وفيها في عندنا استثمارات ب 2.3 مليار تقريبا لحوالي يمكن 170-190 شركة تركية. فما أهمية هذا المنتدى الاقتصادي التركي العربي وما صرح به دكتور معيط في هذا المنتدى؟ تمام يا فندم. شوف حضرتك، رغم فترات من الاضطراب السياسي ما بين مصر وتركيا على مدار العقد الماضي، إلا أن العلاقات الاقتصادية حافظت على مستوى معين دون الانهيار او التفكك التام. تمام. ومن المفترض الفتره القادمه باذن الله يكون في تطوير لهذه العلاقات. تمام.
تمام. خليني اقول لحضرتك ان عام 2022 فيما يخص العلاقات الاقتصاديه المصريه التركيه كان عام مميز شويه. أيه. لان الصادرات المصريه الى تركيا زادت في هذا العام نتيجه ان تركيا، ويمكن دي معلومه ممكن الناس تستغربها وما تعرفهاش، ان تركيا من اكثر الدول استقبالا للغاز المصري المسال. وبالتالي صادراتنا لتركيا زادت بسبب زيادة الصادرات الغاز المسال إلى تركيا. تمام. وده خلى الميزان التجاري ما بيننا وما بين تركيا في عام 2022. رغم يا فندم إن تركيا على علاقة جيدة جدا بروسيا، لكن إيه اللي حصل؟ هل هي اتخذت موقف أمريكا والاتحاد الأوروبي والنيتو في عدم الاستيراد من روسيا، ولا إيه اللي حصل؟ لا ده صحيح طبعا، هي في خطوط غاز بتمر من روسيا مرورا بتركيا وايضا من دول اسيا الوسطى، لكن بتحتاج ايضا اضافه الى ذلك غاز مسال، لان الخطوط التركيه ليس مقالها الى تركيا فقط، تعدي الى دول اخرى، منها الى اوروبا برضو. بالضبط. تمام. وبالتالي بتحتاج تركيا ان هي تستورد غاز مسال، لان تركيا صفر موارد طبيعيه، ما عندهاش نهائي ولا نفط ولا غاز. وطبعا بس عشان الساده المشاهدين يبقوا معانا، هو ممكن حتى لو يعني عندهم غاز، لكن هو الغاز المسال اللي يمكن تصديره وشحنه ونقله وكده، فعشان كده هي محتاجه يعني. صحيح. هو لا، وهم لسه ما عندهمش حتى غاز خالص يعني. تمام. لا يعني انا بقول الدول اللي بتستورد من تركيا. تمام. بالضبط بالضبط. وبالتالي هم مستوردين صافيين للطاقة، واحنا في عام 2022 صدرنا غاز، وده خلى الميزان التجاري ما بيننا وما بين تركيا يبقى متزن، يعني تقريبا الصادرات والواردات قد بعضها في عام 2022. ده حجم قد ايه؟ في حدود ال 3 مليار دولار. مش كده؟ تمام. 3.3 مليار دولار. وعندنا استثمارات ب 2.5 مليار تقريبا من تركيا في مصر. صحيح. وده الشق الثاني اللي انا كنت هتكلم حضرتك. اتفضل يا فندم. اتفضل. ان في الفتره القادمه بقى، ومع وتماشيا مع الاستراتيجيه المصريه في ان احنا نبقى مستهدفين التصدير واستثمارات اجنبيه مباشره مستهدفه التصدير، فمن المفترض ان احنا بدل ما بقى لنا 10 15 سنه احنا عباره عن سوق للمنتجات التركيه، لا، من المفترض ان احنا نساعد الاتراك، يعني نقدم لهم الحوافز الاستثماريه بحيث ان رجال الاعمال الاتراك اللي راغبين في التوسع خارج تركيا يجوا باستثماراتهم ويستهدفوا الاسواق القريبه من مصر، زي افريقيا وزي باقي دول الشرق الاوسط. ده بدا يحصل في بعض القطاعات، لان في قطاعات واعده في هذا الامر. طب هل الحوافز اللي عبر عنها دكتور معيد في المنتدى في راي حضرتك كافيه لجذب استثمارات تركيه اكبر؟ بشكل مبدئي ايوه، وانا دايما بحب ان الراي ما يبقاش جازم للسلطات في النقطه زي دي. يعني ايه؟ يعني الوزير محمد معيد كوزير ماليه بيعرض الحوافز اللي عنده. تمام. ثم ينتظر الفيدباك من المستثمرين، ويبقى في تداول، ويبقى في يعني ممكن يبقى في رقابه لاحقه، قصدك زي المحكمه الدستوريه كده. بحيث ان يبقى في يعني فيدباك، او بتاخد تغذيه عكسيه من المستثمرين، تسمع هم عندهم ايه، وعلى اساس اللي بنسمعه منهم بنطور النظم البيروقراطيه والنظم القانونيه والحاجات دي كلها. يعني الموضوع ده اظن هو ديناميكي يعني. وبالتالي في قطاعات واعده زي قطاع المنسوجات، زي قطاع المواد البلاستيكيه، وايضا زي قطاع هام جدا لمصر ولينا فرصه كبيره جدا في الفتره القادمه، وهو الطاقه المتجدده والهيدروجين الاخضر. طب يعني المنسوجات ده كان يعني هم كانوا مغرقين الدنيا قبل ما الصين تغطي على الكل بحكايه الملابس دي. صحيح. وما زال ليهم ميزه نسبيه في هذا القطاع. لكن في متغيرات في السوق العالمي. تكاليف الانتاج في تركيا بتزيد دلوقتي جدا، عندهم تضخم كبير، المنتجات الصينيه هيبقى عليها اعباء كبيره الفتره الجايه واسعارها هتزيد، وده هيدينا احنا كمصر وبعض الدول الاخرى ميزه نسبيه افضل. وبالتالي من المفترض ان احنا عندنا ميزه افضل في اكتساب بعض هذه الاستثمارات في هذا القطاع. انا بعتذر لحضرتك يا فندم، بشكرك جدا دكتور محمد انيس الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على وجودك معانا. بشكركم مشاهدينا، فصل قصير، شرفنا اول ضيف من ضيوفنا في مساء الخير النهارده، خليكم معانا.